اتكلمنا كتير على البابليك اكسبنديتشر ومعناه انفاق الحكومه او انفاق الدوله او الانفاق الايه العام، يعني اي حاجه الدوله تصرفها، اي فلوس الدوله تصرفها يبقى اسمه انفاق ايه عام، وساعات بنسميه جوفرمنت اكسبنديتشر. جوفرمنت ايه اكسبنديتشر، تمام. ده حتى لما نيجي نعمل معادلات النهارده ومسائل هنرمز ليه بحرف الجي باعتبار ان هو جوفرمنت اكسبنديتشر. يعني الدوله مثلا صرفت قد كده على السياحه، صرفت قد كده على التعليم، صرفت مثلا 100 مليار، فالبابليك اكسبنديتشر السنه دي 100 مليار، فنقدر نسميه بابليك اكسبنديتشر او جوفرمنت اكسبنديتشر. ولما نيجي نعمل له رمز او اختصار هنسميه ايه جي، تمام. والرموز الاختصارات دي اقتصاديه بتاعت علماء، مش احنا، مش اللي انا معودكم عليها الاختصارات بتاعتنا يعني، تمام. طيب مبدئيا كده هنحسب ازاي الفلوس اللي الدوله بتصرفها. احنا عاملين زي سيركل او في حصل سيركيليشن، يعني الدوله هتصرف فلوس، تمام كده، على التعليم وعلى الصحه ماشي. في الاخر الفلوس اللي هتصرف على التعليم دي نتخيل مثلا ان جزء منها راح مرتبات للموظفين وللمدرسين، تمام كده. بعد كده الموظفين والمدرسين هياخدوا الفلوس دي يعملوا بيها ايه؟ يعني يعملوا بيها استهلاك يا استثمار. جزء منهم من الفلوس بتاعتهم هيروحوا يشتروا بيها ايه كونسامشن جودز، ياكلوا يشربوا وكده. وجزء ممكن من فلوسي اخش بيه شريك، تمام، في مشروع. حتى لو حوشت في الاول وفي الاخر فلوس السيفنج دي هيجي لها يوم وتتصرف، تمام. فسيبكم السيفنج، الفلوس في الاخر رايحه في اتجاه من الاثنين، يا انا هستهلك اكل اشرب اشتري هدوم اركب مواصلات استهلاك، يا جزء من فلوسي هيروح في الانفستمنت، يبقى هيروح في الكونسامشن او انفستمنت، تمام. لو اشتريت سلعه بنسميها الفينيشد جودز، السلعه النهائيه اللي هي السلعه القابله للاستهلاك المباشر، سلعة اقدر استهلكها مباشرة، يبقى ده اسمه استهلاك. وممكن احط فلوسي في آلات ومعدات او اخش شريك في مشروع، يبقى انا كده بخش ايه في انفستمنت، تمام. فالفلوس راحة جاي، الدولة تصرف الفلوس تروح للناس، بعد كده الناس تصرف الفلوس تاني، فالفلوس ترجع للايه للحكومة، تمام كده. الناس ها يبقى معاها فلوس، فالحكومة تفرض عليهم ضرائب تاخد منهم الفلوس تاني. فطول الوقت الاقتصاد في حالة سيركيليشن، في حالة ايه سيركيليشن. دي الفكرة ببساطة خالص، وهنوضحها دلوقتي في شكل ايكويشنز، تمام. كمان ملحوظه مهمه لازم ناخد بالنا منها، ان من ايام ادم سميث، تمام، او زي ما بيسموه كده ايه ذا فادر اوف ايكونومكس. يعني ذا فادر اوف ايكونومكس، ابو علم الاقتصاد، دي شتيمه دي ولا ايه، تمام كده. يعني ايه ابو علم الاقتصاد؟ يعني مؤسس علم الاقتصاد الايه الحديث، تمام كده. كلام ادم سميث، كتب كتاب مشهور جدا اسمه ذا ويلث اوف نيشنز، يعني ثروه الامم، وهو اللي اسس لفكره الراسماليه الحديثه، تمام كده. كان ايه؟ ان الدوله متدخله وبتصرف كتير، ولا ان الدوله دولار ريستريكتد؟ دولار ريستريكتد. يعني كان كلام ادم سميث كانت دوله انترفنشنست وبتتدخل في كل حاجه، ولا دوله جارديان؟ جارديان، يا دوبك تظبط الجيش والشرطه، يعني تحمل بلد خارجيا وداخليا، وتعمل الحاجات العامه الاساسيه زي الطرق والكباري والبنيه التحتيه، وركن على جنب، خلاص كده. فكان دور الدوله قليل. ولكن كلام ادم سميث كان بيناسب عصره وزمانه واوانه، الكلام ده سنه 1776، التواريخ مش مهمه، بس انا عايزك بس تبقى مدرك الكلام كان امتى. يعني من حوالي من اكتر من 300 سنه، تمام. مع الوقت فضلت الراسماليه وان القطاع الخاص هو اللي بيتحكم في كل حاجه، او القطاع الخاص هو اللي مسيطر، ودور الحكومه ايه قليل، تمام كده. الحكومه ما بتتدخلش في الانتاج، الحكومه ما بتتدخلش في التصنيع، الحكومه ما بتعملش مشاريع، ده احنا بنتكلم على دوله راس ماليه، تمام كده. لغايه ما جت حصل ازمه اسمها الكساد العظيم في بدايه القرن اللي فات، في العشرينات وفي الثلاثينات من القرن اللي فات. فجاه بقى في بطاله، فجأة الناس مش لاقية شغل، فجأة كان ده حصل بسبب ايه؟ حصل تقدم تكنولوجي رهيب، فبدأ رجال الأعمال بيدوروا على البروفيتس، بيدوروا على يلا، يقوم جايب آلة بدل 100 عامل وممشي نص العمال، أو ممشي تلات أرباع العمال، ويجيب بلدهم آلات وإيه؟ ومعدات، تمام كده؟ والإنتاج زي الفل، والإنتاج كتير جدا، بالعكس ده المكنة والآلات كمان إيه؟ أسرع في الإنتاج. ولكن حصل مشكلة، معظم الناس اللي كانوا بيشتغلوا اترفضوا من شغلهم، فلما اترفضوا من شغلهم ما عادش فيه شغل، وبالتالي بقى في بطاله، فالناس ما عادش معاها فلوس، انتج زي ما تنتج، بس الناس معظمها فقدت وظائفها، فحصل ان من الناس معهاش فلوس، فقام حصل ايه؟ كساد، تمام كده؟ قام جه واحد معلم كبير قوي 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 اسمه جون مينارد كينز، او ذكرنا اسمه كذا مره في المنهج، وقال لك لا يا باشا، حتى لو انا دوله راسماليه لازم دور الدوله والاكتيفيتيز والفانكشنز بتاعت الدوله ايه؟ تزيد، والدوله تتدخل وتعمل مصانع وتعمل مشاريع، وبدا يعمل مشاريع عملاقه، سدود طرق كباري بكميات مهوله. فلما الدوله تدخلت وصرفت كتير جدا، حتى لو هنستلف، حتى لو ايه
هنستلف، المهم الدوله تنعش الاقتصاد، المهم الدوله تتدخل، المهم الدوله توجد مشاريع فتوجد فرص عمل فالناس ترجع تاني يبقى معاها ايه؟ فلوس. تمام. ومن هنا بدا دور الدوله يتغير لدرجه ان احنا معظم دول الراسماليه حاليا ما عندناش نقدر نقول ان هي راسماليه بيور، نقدر نقول ان هي ميكسد، نقدر نقول دوله يلا ميكسد نظام مختلط بس اقرب الى الراس ايه مالي، يعني بيسيبوا الحريه موجوده بس الدوله موجوده وليها دور. ماشي كلير. مش بس كده، حاجه كمان ملحوظ عشان الدكتور قالها كذا مره في المحاضره، الدول الميكسد القطاع الخاص موجود والقطاع العام ايه موجود، بس مين اللي بيبقى ليه الابر هاند ومين اللي مسيطر لانه معاه الجيش والشرطه والدوله والقوانين، مين اللي بيبقى ليه الابر هاند؟ دوله القطاع العام يبقى ليه الابر هاند، يعني تقدر تتحكم في اي حاجه في اي لحظه، تقدر تزود الفوائد وتقلل الفوائد، تغير توجه الدوله، ها تقدر تصرف اكتر تصرف اقل، تغير توجه الدوله. تمام كده. فدايما اللي بيكون ليه الابر هاند هو الدوله والقطاع الايه العام في نظام ميكسد. اوكي تمام، ده الفكره. فالعنوان بتاعنا اسمه جراث اوف بابليك اكسبنديتشر، الحدوته اللي انا بحكي لك دي كلها ان حصل نمو وزياده في الانفاق العام في دوله واحده ولا في معظم دول العالم؟ في معظم دول العالم، دي ظاهره عالميه. تمام. طيب بيحصل مشكله لما الانفاق يزيد، دوله تصرف اكتر تصرف اكتر تصرف اكتر، هنفترض مثلا الدوله كانت بتصرف 50 مليون بقى بتصرف 70 بقى بتصرف 100 مليون. تمام. واللي داخل لي 80 بس، يعني البابليك اكسبنديتشر 100 مليون اما الانكم 80، يبقى انا كده عندي عجز في كام؟ في 20. اعمل ايه؟ اقلل الانفاق؟ لا مش هقلل الانفاق، ده انا بقرر انا هنفق كام بعد كده بتصرف. تمام كده. فانا كده هصرف 100 مليون، يعني هصرف 100 مليون دي احتياجات بلدي. تمام. فبس الدخل بتاعي 80 فعندي عجز في 20، طالما في عجز او نضربها بصيغه ثانيه الانفاق اكتر من الانكم يبقى هضطر ايه؟ استلف. هو ده اللي بيخلق البابليك ديت، او هو ده اللي بيخلق الدين الايه؟ العام. تمام. يلا بينا نقرا مع بعض كده من الورق وبعد كده بقى افهمكم موضوع الايكويشنز اللي انتم مستغربين منها مرسومه على البورد دي، هخليها لكم سهله جدا ما تقلقوش، الموضوع سهل يعني. يلا توكلنا على الله. جراث اوف بابليك اكسبنديتشر، نركز عشان الموضوع مبني على الفهم بيور ومربوط على معلومات كتيره فاتت انا جمعتها لك بسرعه. ماشي. يلا بيقول لك اول حاجه جنرالي زي ما انتم عارفين كده، يعني الحاجات لما اكون عاملها ملحوظه بس قبل ما نبتدي الشرح، اي حاجه في ورقي الكوز بتاعها عامل كده زي مثلا جي او دي، فده اختصار من عندنا، جي يعني جنرال ودي يعني ايه ديفينيشن. لكن لما مثلا اجي اقول لك ايه اجريجيت ديماند، اجريجيت يلا الطلب الكلي، وتبقى تلاقيها في الورق محطوطه ما بين قوسين كده اللي هو نص دايره، فده اختصار للكلام، اختصار اقتصادي مش من عندي. ماشي. زي اي دي يعني اجريجيت ايه ديماند، او جي دي بي يعني ايه جي دي بي؟ جروس دوميستيك برودكت، اجمالي الناتج الايه المحلي. ماشي. يلا بينا. هتلاقي عندك جنرال في الاول، او يلا بابليك اكسبنديتشر بلايز امبورتنت رول في الماكرو ايكونومكس از ا ساينس، يعني لما اقول ان الدوله بتصرف فانا مش بصرف على قطاع ولا قطاعين، ده انا بصرف على كل حاجه، فده اقتصاد كلي، اقتصاد يلا كلي واثاره اثار كليه. تمام. يبقى انا كده ببص للماكرو ايكونومكس از ا ساينس، وكمان براكتيكال ماكرو ايكونوميك امباكتس، وبتكون اثاره اثار كليه، يعني اثار على مين؟ على الدوله ككل. فالانفاق العام بيأثر على كل حاجه في الدوله. تمام. ودراسته تعتبر دراسه اقتصاد كلي. بيقول لك ايه the following macroeconomics relations، علمنا على كلمه relations، في شويه علاقات كده، اذا ذكر الانفاق العام الدوله بتصرف يبقى لازم العلاقات دي نكون واخدين بالنا منها كويس وفاهمينها وكلها موضع اسئله. اوكي يلا. واحد PE طبعا اختصار public expenditure او government اكسبنديتشر، فنلاقي دايما اختصارها معانا في المنهج حاجه من الاثنين، وممكن يقول لك في الامتحان يا بي اي باعتبارها اختصار بابليك اكسبنديتشر، يا جي باعتبارها اختصار جوفرمنت اكسبنديتشر، وهي نفس الحاجه بس الرمز ممكن يبقى بي اي او جي، الحكومه اللي بتصرف الانفاق العام. تمام. البي اي او بابليك اكسبنديتشر از نيسيسري كومبوننت، يعني نيسيسري بارت، جزء مهم جدا في الانكم اند اكسبنديتشر سيركيليشن، صرف ودخل صرف ودخل، يعني صرف الدوله تصرف فلوس، الفلوس دي هتروح للناس في شكل مرتبات وخدمات، الناس يبقى معاها ايه؟ انكم، الانكم ده بعد كده الناس تصرفه او تمام؟ فتشتري تاني حاجه من الحكومه فالفلوس ترجع للحكومه، او الحكومه تفرض عليهم ضرائب فتاخدهم الفلوس دي منهم تاني، فالفلوس طول الوقت في شكل ايه؟ سيركيوليشن. تمام؟ بي اي فور بيرشيسنج جودز اند سيرفيس، الدوله ساعات لما بتصرف تعمل حاجه من الاثنين، يا بتصرف عشان تشتري جودز وسيرفيس، مثلا تشتري كراسي مكاتب ورق اقلام للهيئات الحكوميه، او تشتري الات ومعدات، فالحكومه يا بتصرف للاستهلاك يا بتصرف للايه؟ للاستثمار. هنفترض لو ان الحكومه بتشتري جودز اند ايه؟ اند سيرفيسز. تمام كده. واي جفرمنت اكسبنديتشر هنختصرها في حرف ايه؟ جي. تمام. اللي هي البابليك اكسبنديتشرز فورمز امبورتنت بارت اوف اجريجيت ديماند، اجريجيت يلا
ديماند، من الطلب الكلي. يعني ايه الطلب الكلي؟ تمام، انت مثلا عايز 10 اقلام وانت عايز 5 اقلام، المصنع ده عايز 10 اقلام والحكومه كمان عايزه 10 اقلام، فبنحط كل الطلب ده على بعضه يعتبر اسمه الطلب الايه؟ الكلي. تمام. Public expenditure government may act as، تمام كده، public expenditure ممكن يكون مؤثر، بنسميه multiplication factor. multiplication يلا يعني ايه؟ factor عامل مضاعف، يعني ممكن يقوي او يقلل، يقوي او يقلل. يقوي ايه ويقلل ايه؟ يعني بيأثر على مين؟ على حاجة اسمها fiscal policy. fiscal يلا السياسة المالية للدولة، في ان الدولة تتساهل مع الناس او تتشدد، تلم دورها ويبقى دورها مقيد، ولا تتضاعف وتتضخم في دورها في الفيسكال بوليسي وتصرف اكتر. احنا قلنا اتفقنا دايما ان الدوله بتصرف اكتر، دي ظاهره ايه؟ عالميه، بقت موجوده بقالها 100 سنه، وكمان بتصرف اكتر لو حصل ديبريشن، لو حصل ايه؟ تلاقي الدوله تصرف اكتر اكتر عشان نخرج من الكساد اللي احنا فيه. تمام. عندك بعد كده حاجه اسمها جروث اند دروب. جروث اند يلا كاني بقول انكريز وديكريز بالظبط، زياده ونقصان او زياده وايه وحاجه بتقل يعني. ماشي. جروث اند دروب في البابليك اكسبنديتشر، كنا احنا نصرف اكتر او نصرف اقل، ايه صح؟ نصرف اكتر ولا نصرف اقل؟ على حسب احتياجاتك يا باشا. تمام، على حسب احتياجات بلدك. تمام. اند ريليتد جروث اند دروب في البابليك سيكتور، يعني عندك زياده ونقصان في الانفاق او زياده ونقصان في القطاع الايه العام. القطاع العام دوره يكبر او القطاع العام دوره ايه يقل. ماشي. بالذات احنا قلنا ان معظم اقتصاديات العالم دلوقتي نظام ميكسد، فتلاقي دايما القطاع العام موجود. ماشي. influences the total rate of employment and production. كون ان انت هتصرف اكتر او اقل، او تعال نقول القطاع العام كبير او القطاع العام صغير، دول كونديشن، دول يلا كونديشن. اصرف اكتر يعني القطاع العام بيكبر، اصرف اقل يعني القطاع العام بايه بيقل. الحاجات دي ان الدوله دورها يكبر او ان الدوله دورها يقل، ده هياثر على ايه في السطر اللي بعده؟ هياثر على ايه؟ الريزلت موجوده فين؟ بيأثر على الامبلويمنت، وبيأثر على ايه كمان يلا؟ برودكشن. زي ما كنز عمل في بدايه القرن اللي فات وخرج امريكا من الكساد، فصرف اكتر وزود دور القطاع العام، فالعماله زادت، فرص العمل زادت، وكمان الانتاج زاد. تمام. اللي بعده public expenditure كوريدي ريليشنز مهمه. exceeding public income، لو الصرف زاد على الدخل، لو يلا الانفاق بقى اكتر من الدخل، تعالوا نقولها بصيغه ثانيه، لو ان الانفاق more than exceeding، هنا زيها زي بالظبط زي يلا more than. تمام كده. لو كان الانفاق اكتر من الانكم اللي داخل لي كدوله، يعني لو البابليك اكسبنديتشر اكبر من البابليك ايه انكم، زي المثال اللي اديناه، بصرف 100 مليون وداخل لي كام؟ 80، يبقى ده ايه اللي هيحصل؟ هقلل الصرف؟ لا مش هقلل الصرف، ها هعمل يلا هستلف. الفجوه دي هتخليني استلف، ده بيخلق لك البابليك ديت، خليك تضطر انك تستلف. تمام. كلير يا شباب؟ اللي بعده In fact, public expenditure means collective consumption. لما نيجي نقول الانفاق العام معناه الاستهلاك الكلي او المجمع لمجتمع معين. ما هو الدولة بتصرف على ايه؟ خلاص، على التعليم، على الصحة، على الامن، على الجيش، على الشرطة، على القضاء. فكل الحاجات دي في الاخر احنا بنستهلكها ولا بنستهلكهاش؟ فكل الفلوس اللي الدولة هتصرفها بترماش على الارض، بتصرفها عشان في الاخر الفلوس دي هنستهلكها، هنستهلكها في شكل امن، في شكل تعليم، في شكل صحة، في شكل طرق، في شكل كباري. خلاص. فالانفاق الكلي لو قلنا ان الدوله صرفت 100 مليون، نقدر نقول قصادها ان احنا كشعب استهلكنا ال 100 مليون دول، استهلكناهم، خدناهم فلوس كاش يعني، ولا في شكل ايه بقى يلا؟ تعليم، صحه، امن، جيش، انفراستراكشر. صح كده. يبقى الانفاق الكلي او الصرف الكلي بيعادل او كانه بيساوي الكوليكتيف ايه كونسامشن اوف ا سيرتن ايه كوميونيتي، which public expenditure can be assigned، اللي المفروض الانفاق العام موجه للمجتمع ده يعني. تمام، او مخصص للمجتمع ده. on the opposite side زي ما يكون في استهلاك كلي، والاستهلاك الكلي ده بيكون رايح اكتر ناحيه البابليك جودز، البابليك ايه ومجازا طبعا لما نقول بابليك جودز يبقى كاننا بنقول بابليك جودز اند بابليك ايه سيرفيس. تمام. برضو في استهلاك خاص. تمام، انا ممكن انا اشتري هدوم لنفسي، ده اسمه برايفت كونسامشن. انا ممكن انا اشتري كمبيوتر استفيد بيه استفاد شخصي، فده اسمه برايفت ايه كونسامشن. تمام. بعد كده عندك باي فيسكال بوليسي، باي يلا فيسكال بوليسي، عندك السياسه الماليه ان الدوله هتنفق اكتر او تنفق اقل. جوفرنمنت انفلوينسز اماونت اوف اكسبنديتشر، يبقى الدوله بتتحكم في كميه الانفاق، ازود الانفاق او اقلل الانفاق، ده اسمه ايه يلا؟ فيسكال بوليسي. اسمه يلا فيسكال بوليسي. تمام. وبالتالي اند كونسيكوينتلي لما الدوله تتحكم في كميه الانفاق، ده هياثر على يلا الدوله تصرف اكتر، يبقى ايه اللي هيحصل؟ القطاع العام حجمه هيزيد. طب الدوله تصرف اقل، يبقى القطاع العام دوره هيقل. فحجم الانفاق اللي الدوله بتصرفه بيأثر يلا في السطر الاخير على مين؟ على حجم مين؟ حجم مين؟ القطاع
العام. تمام كده؟ زي ما بيحصل مثلا في مصر في مؤخرا كميه انفاق مهوله بمليارات، يعني ما فيش الفلوس دي ما عندناش احنا دخل يغطي الكلام ده، استلف. تمام؟ استلفنا والدوله عماله تصرف 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 تصرف، بقى القطاع العام تقريبا موجود في كل حاجه، خلاص مدن جديده وطرق وكباري ومشاريع ومصانع، وبقى بينافس في كل المجالات. فكل ما الدوله بتصرف اكتر كل ما يلا القطاع العام دوره بيزيد، بديهية يعني. والعكس هتصرف اقل يبقى القطاع العام دوره ايه؟ هيقل. تمام؟ اللي بعده، طيب انا عايز احسب واشوف هي الدوله بتصرف كام، او عايز اتاكد يعني الدوله صرفت كام، او احنا محتاجين نصرف كام، ما نعرفش نجيب لها حسبه دي. فبدا العلماء والاقتصاديين يبداوا يعملوا شويه معادلات. مره هنقيسها بحاجه اسمها الاجريجيت ديماند. يعني ايه اجريجيت؟ توتال. تمام كده؟ اجريجيت ديماند الطلب الكلي. تمام؟ ومره هنقيسها بحاجه اسمها الجي دي بي، يعني جروس دوميستيك ايه برودكت. طب نفهم الاول يعني ايه اجريجيت ديماند وجي دي بي قبل ما نحسبهم. تمام؟ مبدئيا كده الاجريجيت ديماند يعني الطلب الكلي، سواء اللي بيطلب ده الحكومه عايزه حاجات، ده طلب هتشتري حاجات. تمام؟ سواء الحاجات دي هتاخدها تستهلكها او تستخدمها في استثمار. انت كمستثمر وانا كشخص حاجه في الاثنين في الاخر، يا انا ايه يلا يا كونسيومر يا ايه يا بروديوسر، يا انا يا كونسيومر يا بروديوسر. فلما اطلب حاجه يا هاخدها اكلها، حاجه زي الاكل والشرب والهدوم، فبس عشان الاستهلاك فده هيبقى كونسامشن. او بصرف فلوسي بوجه فلوسي، يعني انا مثلا هشتري الالات دي، انا عايز الاله دي، ده طلب ولا مش طلب؟ طلب. هشتري شواكيش ومناشير ومش عارف ايه عشان افتح محل ورشه نجاره. تمام يعني كده؟ ده طلب ولا مش طلب؟ عشان اشتري الحاجات دي طلب، لان هشتري شاكوش هشتري منشار، ده طلب على هذه السلع، وان كان اسمها، تعال نفرق بين نوعين من السلع، سلع استهلاكيه وسلع انتاجيه. سلع استهلاكيه وسلع يلا يعني ايه سلع استهلاكيه وسلع انتاجيه؟ الاثنين سلع. ده مبدئيا قبل ما نفرق، خلاص. سلع يعني شيء قابل للاستخدام، جودز او سيرفيس. جودز او يلا سيرفيس. لو خدت الحاجه استهلكتها مباشره وبتعمل استفاده شخصيه واشباع مباشره فبنسميها سلعه استهلاكيه، او فينيشد جودز. فينيشد ايه؟ اللي هي السلعه النهائيه في شكلها النهائي. لكن لو هشتري حاجه، انا بطلب حاجه، بشتري حاجه زي الالات المعدات الشواكيش، هتاخد الشاكوش تاكله؟ لا، ناخد الشاكوش والمنشار اصنع بيه شباك، ابيع الشباك للي محتاجه، وبعد كده يجي لي فلوس ابقى اعمل بقى اللي انا عايزه بالفلوس دي. فدي اسمها سلعه راس ماليه. سلعه يلا السلعه راس ماليه اللي هو الشاكوش او الاله او المكن والالات، ده انا بستخدمه في الانتاج، بس الاثنين سلعه طالما قابلين للاستخدام. كلير؟ المهم، فكلنا بنطلب حاجات وكلنا عايزين حاجات، يا اللي بيطلب المستهلكين فبنعمل كونسامشن، يا احنا كناس بنعمل انفستمنت بنطلب حاجات عشان نعمل بيها انفستمنت، يا اللي بيعمل الجفرمنت، الجفرمنت بتصرف. طب الجفرمنت هتصرف ليه؟ نفس السببين، يا عشان تستهلك يا تستثمر، يا تستهلك يا يلا. يعني الحكومه لما تصرف فلوس يا بتصرفها على الاستهلاك يا بتصرفها على الاستثمار. تمام كده؟ واخيرا بنعمل حاجه اسمها الان اكس. الان اكس ده نت اكسبورت. نت يلا صافي التصدير. يعني ايه صافي التصدير؟ يعني بنجيب الصادرات ماينس الواردات. مثال مصر مثلا صدرت ب 120 مليون، بعنا تمام منتجات زراعيه، لان احنا معظم صادراتنا حاجات زراعيه ومواد خام، خلاص، وفحم ومحاجر ورمل وكلام من ده، خلاص. المهم فصدرنا منتجات ب 120 مليون، طبعا ارقام بتبقى اكبر من كده بكتير، بتبقى بالمليارات، بس ده مثال التبسيط للفهم. يعني صدرنا حاجات ب 120 مليون، وبعد كده رجعنا اشترينا من بره حاجات ب 110، عملنا امبورت، عملنا يلا استوردنا من بره، من بره سلاح، واستوردنا من بره تكنولوجي وكمبيوترز والحاجات اللي احنا ما بنعرفش نصنعها. يبقى انا كده عندي ايه؟ فائض ولا عجز؟ انا صدرت وبعت حاجات ب 120 مليون، بعد كده رجعت اشتريت استوردت امبورت حاجات ب 110، يبقى الصافي بتاعي كام؟ 10. تمام؟ وساعات ممكن يحصل العكس، تستورد ب 120 مليون، خلاص؟ او خلينا في نفس المثال، صدرت ب 120 مليون، بعت حاجات ب 120 مليون، صدرت يعني بعت، صدرت يعني يلا بعت حاجات ب 120 مليون، ورجعت اشتريت من بره اسلحه وي 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 ب 140، بكام؟ ب 140، خلاص؟ يبقى كده انت عندك كام؟ عجز كام؟ سالب 20. كلير؟ فلما اقول الصافي بتاع ال ان اكس هي لما اقول الاكسبورت ماينس الامبورت، الاكسبورت ماينس يلا؟ يبقى يعني ايه نت اكسبورت؟ صافي التصدير، يعني بجيب التصدير وانقصه من ايه؟ من الواردات، او اللي بعته ماينس اللي اشتريته. ممكن تطلع بالموجب وممكن تطلع بالايه؟ بالسالب. ماشي؟ فائض او عجز، عندك سيربلس او عندك ايه؟ خلاص ديفيسيت. الكلام ده كنا درسناه بالتفصيل يعني السنه اللي فاتت. ماشي؟ المهم، ايه بقى هو الاجريجيت ديماند؟ يلا الطلب الكلي. فهمنا يعني ايه الطلب الكلي؟
طلب الكل. التوتال ديماند، التوتال يلا، او التوتال اماونت اوف ديماند. طب الديماند ده هيبقى على ايه؟ على الجودز والايه والسيرفيس. نجمع كل الديماند على كل الجودز وكل السيرفيس، اسمه الاجريجيت ديماند. اسمه يلا الاجريجيت ديماند. تمام، بيساوي ايه بقى الاجريجيت ديماند؟ كونسامشن زائد مين يلا؟ الانفستمنت او الفلوس اللي هتتصرف على الاستهلاك، وكمان الفلوس اللي هتتصرف على الانفستمنت، وكمان مين الفلوس اللي هيصرفها مين؟ الحكومه. تيكن كونسيدريشن، الحكومه تصرف في اتجاهين. لما اقول هنا كونسامشن وانفستمنت فانا اقصد الناس العاديه، ها، ولما اقول هنا جفرمنت يعني قصدي الحكومه بتصرف. الحكومه بتصرف على حاجتين برضو، ايه هما؟ استهلاك واستثمار، بس استهلاك الحكومه واستثمار الايه؟ الحكومه. ماشي، ونزود عليهم زائد الان اكس اللي هو النت اكسبورت، يطلع كل ده في الاخر بيساوي الاجريجيت ديماند. تمام، تعال نقرا الكلام ده يلا. بيقول لك The macroeconomics analysis أو التحليل الاقتصادي الكلي of public expenditure influence. أنا عايز أشوف إنفاق الدولة وتأثير إنفاق الدولة، هيبان من معادلة. المعادلة دي اسمها الـ aggregate demand. الـ aggregate يلا demand equation أو formula. يعني equation معادلة، formula برضو يعني معادلة. تمام، مش عارف اسمها فورميولا، ماشي، اسمها formula أو equation. AD يعني AD aggregate demand بيساوي يلا. تعال كده نفهم، احنا فهمنا، تعال احنا دلوقتي هنحفظ بقى. ماشي يلا سي اي جي، يلا السي ده اللي هو مين؟ نقرا كده تحت مع بعض. السي اللي هو مين يلا؟ نوت ذات السي اللي هو برايفت كونسامشن، يعني الاستهلاك بتاع الناس العاديه. ماشي، والاي مقصود بمين؟ برايفت برايفت انفستمنت، برايفت يلا انفست. يبقى لما بقول هنا كونسامشن وانفستمنت اقصد استهلاك الناس واستثمار الناس، سواء انت كونسيومر او بروديوسر. ماشي، وانت نفسك ممكن فلوس شويه تصرف على الاستهلاك، اشتري فاكهه وخضار ولحمه ونروح البيت. تمام، وبعدين الصبح انا كنت شغال في مصنع او انا شغال، فانا هنا بنتج، فممكن تكون ساعات منتج وساعات ايه مستهلك. خلاص، فلوس بتصرف على الاستهلاك او فلوس بتصرف على الاستثمار. يبقى هنا برايفت ايه وبرايفت ايه يلا كونسامشن وبرايفت انفست. طب الحكومه مقصود بايه؟ صرفها في الاتجاهين، سواء جفرمنت كونسامشن او جفرمنت انفست. كل الفلوس اللي الدوله هتصرفها على الاستثمار وعلى الاستهلاك الاثنين بنعتبرهم جي. ماشي يلا، يبقى عندك نوت ذات سي بتساوي برايفت كونسامشن، اي جنبها اهو برايفت انفستمنت، تحتها يلا جي هي الجفرمنت اكسبنديتشر اللي هي الببليك اكسبنديتشر، بتساوي ايه بقى؟ سي جي واي جي. مين يفسرهم لي دول؟ سي جي مقصود بيها الكونسامشن بتاع الجفرمنت زائد الانفستمنت بتاع الايه؟ الجفرمنت. جميل، تمام. ان اكس هو النت اكسبورت، يعني النت اكسبورت صافي الصادرات، صافي التصدير. بجيب التصدير الاول دايما يتكتب الاول، خلاص، ماينس مين؟ الامبورت الواردات. واللي بيتلخبط ما بينهم هما الاثنين الموضوع سهل جدا، معلمها لكم من السنه اللي فاتت. نفتكر دايما اكسبورت اللي هي بدأ باي اكس زي اكزيت، خروج، يعني الحاجه خارجه بره ايه مصر، او تصدير يعني ببيع، تصدير يعني يلا ببيع. تمام كده، جميل. وطبعا انت هتبقى كسبت اكتر ومستفيد اكتر ووضعك افضل لو انت ايه بتصدر اكتر وبتبيع اكتر. تمام، definition of aggregate demand، وركزوا معايا عشان دي من الحاجات اللي مش في الكتاب ولا حتى في البي دي اف والدكتور زودها في المحاضره. تمام، التعريفات دي يلا. definition aggregate demand هو ايه بقى؟ ايه هو الطلب الكلي؟ الطلب الكلي طالما في كلمه aggregate او growth يعني total. ماشي، دي مش growth اللي هي نمو، في growth ثانيه اللي هي جي ار او دبل اس. ماشي، يعني total هتلاقيها تحت اهي growth جي ار او دبل اس، شايفينها تحت خالص جي ار او دبل اس، دي يعني ايه يلا؟ جروس يعني يلا؟ يعني توتال برضو. ماشي؟ زي اجريجيت. يلا شباب نرجع تاني لتعريف الاجريجيت ديماند. اجريجيت ديماند اللي هو الاي دي از ذا توتال اماونت، هو الكميه الكليه. طالما ذكرت كلمه اجريجيت او كلمه جروس لازم اقول كلمه ايه؟ توتال، هي الكميه الكليه لايه؟ مش هو الطلب الكلي، يبقى ليه يلا؟ للطلب، للطلب على ايه بقى يلا؟ على كل اول finished goods and services. finished goods and يلا كل السلع والخدمات النهائيه produced in an economy اللي بيتم انتاجها في اقتصاد معين in a specific period. in a specific يلا period، ودايما المده دي بتكون سنه، ساعات بيحسب ربع سنويا، ساعات بيحسب نصف سنويا، وان كانت العاده والطبيعه بتاعه ايه؟ سنه، بيتحسب بالسنه. اكتب لي جنبها كده a year، ده المتعارف عليه، او yearly او annually، كل ده يمشي. الطلب الكلي احنا الحاجات اللي احنا هنطلبها ايه؟ ايا كان اللي بيطلب، سواء القطاع الخاص او القطاع العام. ما هو السي والاي بيشيروا للقطاع الايه؟ خاص، استهلاك القطاع الخاص واستثمار القطاع الخاص. طب والجي دي بيشير لمين؟ ايه بقى في القطاع العام؟ جواه الاثنين دي، ها؟ الكونسمشن والايه؟ والانفستمنت، بس بتاع القطاع العام.
وبنزود عليهم النت اكسبورت خلاص. فدلوقتي احنا الحاجات اللي احنا هنطلبها والحاجات اللي احنا هنشتريها والحاجات اللي احنا هنجيبها هي ايه؟ هي هي الحاجات اللي احنا انتجناها. ازاي يا عم شادي؟ يعني الحاجات اللي احنا هنشتريها هي هي الحاجات اللي احنا انتجناها. خرج لي الصادرات والواردات بره الموضوع ماشي. تعالى نتخيل كده مع بعض دلوقتي، واحد في مصر صنع القلم ده، في واحد تاني هيشتري. اللي اشترى القلم ده هو بتاع خضار وفاكهه او فلاح، زرع شويه خضار وفاكهه باعها للراجل بتاع الايه الاقلام. فاحنا كلنا بننتج حاجات وبننتج سلع وخدمات، واحنا كلنا احنا نفس الناس اللي بنشتري نفس السلع والايه والخدمات، بس انا بنتج حاجه وبشتري حاجه ايه تانية. تمام كده؟ لو جينا بقى نجمع كل اللي احنا انتجناه، كل اللي احنا يلا انتجناه في سنه واحده بيبقى اسمه جي دي بي. تمام؟ وتاني باكد جي دي اختصار جراس، جي ار او دبل اس يعني توتال، غير جراث اللي بالتي اتش، جراث التي اتش يعني نمو، المفروض ان احنا عارفين الكلام ده. تمام؟ فلما اقول اجمالي الناتج المحلي يعني كل اللي احنا انتجناه كدوله، كل اللي احنا انتجناه كايه يلا كدوله، او قيمه كل اللي احنا انتجناه كدوله في سنه واحده ماشي، يبقى اسمه الجي دي بي. يلا نقرا التعريف بتاع الجي دي بي، هتلاقيه تحت الرسمه، وبعد كده نرجع للرسمه دي. definition of gross domestic product the total amount او the market value. the total amount او يلا القيمه الكليه او القيمه السوقيه لايه، قيمه ايه all goods and service او all finished goods and يلا and service. تمام؟ produced اللي تم انتاجها فين، نفس الكلام في اقتصاد معين في بلد ما يعني خلاص، في وقت ايه معين in a specific period اللي هي برضو بتكون سنه. تمام كده؟ اير بالظبط كده. لاحظ بقى note that، ودي اهم تركاية في الليلة كلها يلا نوت ذات، ان الاجريجيت ديماند الطلب الكلي بيساوي مين؟ كل اللي احنا هنطلبه بيساوي كشعب بيساوي كل اللي احنا انتجناه. تمام؟ بس الفكرة ان انت بتشتري حاجة او بتنتج حاجة وبتشتري قصادها حاجة تانية ماشي؟ بس كل اللي احنا انتجناه هو كل اللي احنا هنشتريه من بعض. سيركل خلاص؟ يبقى اذا aggregate demand الاي دي equals بيساوي الجراس دوميستيك برودكت. تمام؟ نرجع للرسمه فوق يلا. calculating the جي دي بي واكسبنديتشر ابروتش، خد بالك احنا عايزين نشوف الفلوس اللي بتتصرف دي رايحه فين. تمام؟ يا رايحه على الطلب يا رايحه على الانتاج، فمره بنحسبها من حيث الديماند ومره بنحسبها من حيث يلا البرودكشن او البرودكت. نقرا كده المعادله بتاعت الجي دي بي. يلا ايه هي المعادله بتاعت الجي دي بي؟ ركز بقى معايا تاني، احنا فهمنا هم نفس الرموز. ها يلا الجي دي بي بيساوي يلا كونسامشن زائد مين انفستمنت، وده مقصود بيه قطاع خاص. تمام؟ زائد مين جي، يبقى سي اي جي، سي اي جي، ونزود عليهم الان اكس. فتكتبها لي كده او تكتبها لي كده هي هي نفس المعنى. اما اقول ان اكس يعني نت ايه اكسبورت، طب ما هو يعني ايه نت اكسبورت؟ يعني ايه صافي التصدير؟ يعني الاكسبورت ماينس الامبورت، هيطلع لك رقم يبقى اسمه الايه النت اكسبورت. تمام؟ دكتور عمل ابلكيشن في المحاضره او تطبيق عملي. تمام؟ تعال نقرا الرسمه عشان في بس شويه مصطلحات عايز اوضحها. خلينا في الرسمه يلا. الجي دي بي بيساوي سي اي جي وان اكس اللي هو الاكسبورت ماينس يلا الامبورت. تعال احنا في الرسمه سي بيساوي ايه الكونسامشن او الاستهلاك، بس تعال نوضح الكلام كله واضح ومفهوم، بس انا اوضح شويه مصطلحات يلا. بيساوي البيرسونال كونسامشن اللي كلنا قلنا عليها فوق، البرايفت كونسامشن استهلاك القطاع الخاص او الفلوس اللي هنصرفها على الاستهلاك. تمام؟ زائد الهاوس هولد سبيندنج، وسبيندنج هي اكسبنديتشر، بس مين هنا اللي بيصرف؟ مستهلكين. ها ما قلتش بابليك اكسبنديتشر، انا بقول بيرسونال، بقول هاوس هولد يعني مستهلك خلاص، على اون كونسيومر جودز. يعني ايه اون كونسيومر جودز؟ يعني على السلع الايه الاستهلاكيه، السلع اللي احنا هنستهلكها، عشان كده بنسميه استهلاك ماشي. تحت الاي، الاي بيساوي ايه يلا؟ جروس دوميستيك انفستمنت، جروس دوميستيك انفستمنت كل الفلوس اللي هنصرفها على الاستثمار، كل الفلوس اللي هنصرفها يلا على الاستثمار، وطبعا مقصود القطاع الايه؟ خاص، عشان دي تريكات بيسال فيها ماشي؟ جروس دوميستيك انفستمنت كل اجمالي الفلوس اللي هنصرفها على الاستثمار المحلي زائد السبندنج باي فيرمز. يعني ايه سبندنج؟ يعني اكسبنديتشر، بس مين هنا اللي بيصرف؟ قلنا جفرمنت ولا قلنا فيرمز؟ فيرمز. تمام كده؟ الشركات and households. الهاوسهولد اللي هي الناس العادية، ما هو الناس العادية زي ما بتستهلك الناس العادية برضو ممكن تايه تستثمر، بس لو صرفت في الاستثمار يبقى اسمه استثمار ماشي. والهاوسهولدز
اون لما يصرفوا بقى على سلعه استهلاكيه هيبقى اسمه استهلاك، لكن هنا هنصرف على سلع راس ماليه. تمام كده؟ نيو كابيتال راس مال جديد زي الالات والمعدات. بلانت، بلانت هنا مش معنى نبات خالص، بلانت بمعنى مصنع، بمعنى فاكتوري. بلانت بمعنى مصنع او بمعنى فاكتوري، زي ما اجي اقول مثلا باور بلانت يعني محطه طاقه او مصنع طاقه، ماشي؟ محطه طاقه. بلانت لوحدها بمعناها فاكتوري. اكويبمنت الات ومعدات. انفنتوري مخزون مواد خام. كلمه انفنتوري مقصود بها المخزون من المواد الخام. تمام. نيو ريزيدنشال ستراكشرز، يعني ستراكشرز هياكل والات ومعدات او بنسميها الاسيتس، بنسميها الله الاس. وايه كلمه ريزيدنشال دي؟ ريزيدنشال يعني مقيمه، يعني جوه ايه؟ مصر، موجوده في مصر، يعني مش دعوه بالحاجات اللي بره، عشان كده بنسميه دوميستيك، بنسميه الله دوميستيك. تمام. يعني لو رجل اعمال مصري مثلا على سبيل المثال فتح مصنع في الصين او فتح مصنع في المانيا، ده ملناش دعوه بيه، مش هيتحسب معانا، احنا ما بنحسبش غير اللي جوه ايه؟ مصر. ريزيدنشال يعني دوميستيك، ماشي؟ والعكس، خد بالك عشان حتى الريزيدنشال دي تركايه. طب واحد امريكي، مستثمر امريكي فتح مصنع جوه مصر، تمام؟ ها هنقول ما نحسبوش عشان امريكي ولا يتحسب؟ يتحسب. انا ليه دعوه بكل اللي جوه مصر بغض النظر عن جنسيه، ماشي؟ جميل جدا، الله يبارك لكم. والله الواحد بيبقى في قمه السعاده لما بيلاقي ناس كده فاهمين اقتصاد وبيريحوا كده في التعامل. وحوش يا رجاله والله، جامدين يا بنات، اقسم بالله، اقسم بالله انتوا جامدين. يلا يا جدعان، يلا اللي بعده. مع رجاله، مع بنات، يلا. جي، جي لوحدها بتساوي ايه بقى؟ حاجتين، government consumption و government ايه؟ investment. كل الفلوس في اتجاه واحد طالما جايه من الحكومه، ماشي؟ فبنسميه يلا كاني بقول هنا، يلا اقرا معايا، كاني بقول مره government consumption والمره الثانيه government investment، ماشي؟ واخيرا ال NX او النت اكسبورت اللي هو ال EX minus ال IM اللي هو الاكسبورت minus الامبورت، تعال نعبر عنها يلا. نت اكسبورت صافي اللي احنا صدرناه ماينس، خلاص تمام، نت سبيندينج باي ذا ريست اوف ذا ايه اوف ذا وورلد، او ممكن نقولها بصيغه ثانيه اللي هي الصيغه الاسهل، اكسبورت ماينس امبورتس، ودي الصيغه الاسهل، خلاص. ولاحظ في الاخر طالما المعادله هي هي، ماشي، خد بالك دي هي دي، احنا واخدين بالنا، فيبقى في الاخر معانا ان الاي دي بيساوي ايه؟ جي دي بي، واضحه وصريحه وسهله. طيب لنفترض جاب لي شويه مسائل او شويه ارقام نعرف نحلها، لو انا فاهم وحافظ المعادله احل اتخن مساله يجيبها لك. هيجيب لك شويه ارقام زي الجدول اللي في النص ده، ما في صفحه رقم 71، وارد وارد دكتور معتصم هو الدكتور الوحيد تقريبا في كليه اقتصاد او عندنا في القسم الاقتصادي يعني اللي بيجيب مسائل وارقام، ماشي؟ يعني كل الدكاتره تدرس المرونه فاكرين الاساسي في سنه اولى، كل الدكاتره بتدرسها نظر، هو يقوم جايب مسائل، تمام؟ كل الدكاتره بتدرس المعادلات دي نظر، هو بيجيب فيها مسائل. مش بقول اكيد هيجيب مسائل، بس احتمال يجيب مسائل، فلازم نكون مستعدين، ماشي؟ ابلكيشن تطبيق عملي، نخش على الارقام نقراها مع بعض. بيرسونال كونسامشن، ونحط جنب كل واحد الرمز بتاعه، يلا. بيرسونال كونسامشن يبقى ده مين في المعادله؟ سي. بيرسونال قال لك برايفت كونسامشن، سي. جاب لك مثلا قال لك الفلوس اللي الناس بتصرفها على السلع الاستهلاكيه، سي، تمام كده؟ فاكتب لي انا في الجدول دلوقتي بيرسونال كونسامشن اللي هو السي، تحتها جروس انفستمنت، جروس انفستمنت يبقى ده يقصد مين؟ الاي، الاي جروس انفستمنت، استثمار الكلي، ما جابش سيره الحكومه، ما قالش كلمه حكومه، يبقى انت بعيد عن الجي، ماشي؟ لازم عشان اتعامل مع الجي اللي هي جفرمنت يلاقي كلمه بابليك يلاقي كلمه جفرمنت، ماشي؟ ثالث حاجه بيقول لك جفرمنت كونسامشن، جفرمنت يلا consumption او government investment، سواء قال لك government consumption او government investment او لقيت كلمه public برضو يبقى ده الجي، ماشي؟ طب اللي بعده export of goods، ده ايه ده؟ اكس export of goods. طب هو احنا مش هنصدر الا جودز بس؟ ما احنا ممكن نكون نصدر جودز وايه؟ طب اللي بعدها كده اقراها export of services، ده برضو ايه؟ اي اكس برضو. يبقى ممكن اكسبورت اوف جودز والاكسبورت اوف سيرفيس، كان هنا تعالى نجمعهم من دلوقتي، كل اللي احنا صدرناه بكام دلوقتي؟ جنب الجدول فيه ارقام اماونت ان بليونز، ها؟ بدل ما اطلب الصفار بالهبل، بس اعرف ان احنا بنقرا الارقام دي بالمليارات، ماشي؟ يلا صدرنا جودز او بعنا جودز ب 200 مليار، وبعنا كمان اكسبورت اوف سيرفيسز بكام؟ ب 250 مليار، يبقى الاكسبورت بتاعنا كام دلوقتي؟ 450. جميل جميل. انزل على بعضه، اكتب لي جنبهم كده اي اكس، الاثنين اي اكس والاثنين كده على بعض 450، صادرات وبعنا ب 450 مليار بليون.
واخيرا في اتنين imports تحت شايفينهم import of goods و imports of services. تمام import يعني يلا واردات يعني هنشتري من برا خلاص import of goods و import of services الاتنين هياخدوا حرف الايه يلا الاي ام الاي ام. طب احنا استوردنا من برا سلع ب 150 مليار وكمان استوردنا من برا خدمات ب 100 مليار ما احنا ممكن نستورد خدمات اه معظم النت اللي داخل من مصر جاي لنا من بره دي خدمات احنا بنجيبها من بره مثلا تمام يبقى يلا استوردنا كام 150 مليار وزود عليهم كمان يلا 100 يبقى توتال الامبورتس كام 250 امبورتس. حلو لما تجي لك المساله دي اول حاجه تعمل بيها ايه خلاص وده نفس التسلسل اللي الدكتور حل بيه ولو انا بحلها احل بيه برضه لان هو الاسهل اخلص من من البوليكه دي الاول اللي هي الان اكس ان اكس هي اياها الاكسبورت ماينس الامبورت اخرج براهم عشان ده رقم بالماينس طلعه الاول يطلع معاك بالموجب يطلع معاك بالسالب واحطه هناهم بعد كده الثلاثه دول سهلين ماشي يلا تعال نطلع النت اكسبورت هتلاقي المساله فوق اه يلا توتال اكسبورتس اللي هو الاكسبورت اوف جودز والاكسبورت اوف سيرفيسز واحنا بنقرا كنا جمعناهم طلعوا كام على بعض 450 صح كده ودول كل الاكسبورتس ب 450 مليار تحتها يلا احنا فوق بنحل مع بعض الارقام اللي موجوده فوق توتال امبورتس الامبورت اوف جودز والامبورت اوف سيرفيسز استوردنا بكام 150 وكمان ب 100 يبقى استوردنا بكام ب 250 طب حد يلا يحسب لي النت اكسبورت يبقى 450 ناقص 250 يطلع لي الصافي كام 200 اقوم بدل الرقم بدل الليله دي كلها احط كام 200 خلاص انا حسبت الليله دي كلها وطلع بوزيتيف 200 موجب مش بالسالب احنا مصدرين اكتر باعين اكتر تمام انزل تحت يلا خد بالك قال لك احسب الاجريجيت ديماند قال لك احسب الجي دي بي هي ماشي يلا اجريجيت ديماند بيساوي البيرسونال كونسامشن فين البيرسونال كونسامشن كام في عندك في المساله 500 تمام وعندك كمان زائد الاي الانفستمنت كنا طلعناه كام في ثاني واحد اهو فوق 600 والجي كونسامشن خد بالك في ممكن يجيب لك في مساله يقوم كاتب لك كده جفرمنت كونسامشن وتحتها جفرمنت انفستمنت اجمعهم على بعض لو قال لك جفرمنت كونسامشن وجفرمنت انفستمنت اجمعهم على بعض وهبقى انزل لكم عليهم مسائل ثانيه بس هو المره دي قال جفرمنت كونسامشن بس ما جابش سيره الحكومه الا مره واحده تمام الجفرمنت كونسامشن كام 750 خلاص اجمع يا باشا 500 و600 و750 و200 يطلع في الاخر كام يلا 2050 تحت خالص على اليمين يبقى الاجريجيت ديماند ما يعادل ركز انا حسبت الاجريجيت ديماند ايه انت عايز اقلام وده عايز كراسي وده عايز تكييفات هقول بقى الاجريجيت ديماند 10 اقلام وخمس تكييفات وخمس كراسي لا بحسبها بالايه بالفلوس فبقول ان الطلب الكلي بتاع الشعب المصري السنه دي ما يعادل 2050 مليار 2050 يلا مليار نفس الكلام في جي دي بي خلاص انت انتجت وانت انتجت وانت انتجت كل السلع اللي انتجناها ما بقعدش اقول بقى احنا انتجنا خمس عربيات و10 ثلاجات و8 غسالات ما تحسبش كده انا بجمع كل دول وبقول احنا انتجنا ما هو قيمته 100 مليار فانا في الاخر بحسبها بالمونيتري ايه فاليو بحسبها بالمونيتري ايه فاليو ماشي يلا وير از زي ما اقول وير كده حيث ان تمام بناء على ما سبق يعني هنحل شويه معلومات بيقول لك الجفرمنت اكسبنديتشر واضحه ان الدوله تصرف اكتر فده هيأثر على كل حاجه في الدوله تمام كده اللي هو الجي دايركتلي انفلوينسز الاجريجيت ديماند دايركتلي انفلوينسز يلا الاجريجيت ديماند بس والدوله بتصرف تمام شويه الفلوس ممكن تكون مع الحكومه خلاص بعد كده الفلوس تروح للناس فالناس يبقى معاهم مرتبات نفس الفلوس دي هيستخدموها في الايه في الاستهلاك وجزء من فلوسهم هيستخدموه في الايه في الاستثمار فالفلوس بيحصل لها طول الوقت ترانسفير بيحصل لها يلا ترانسفير حتى كنا دايما ناخد حاجه اسمها نفقات تحويليه ترانسفير بايمنت واكتر حد بيلعب الدور ده هو الحكومه انه بياخد فلوس من الناس يوديها لايه لناس تانية تمام شكل بقى معونات في شكل سوشيال سيكيورتي ان كان الشكل بتاعها خلاص فان الحكومه تصرف 100 مليار السنه دي يجي يقول لك الحكومه المحافظه في منصوره بتصرف مش عارف 200 مليون لتجديد الطرق باين الصرف خلاص هيبقى او ان شاء الله يبان يعني لما يخلصوا تمام المهم ف الانفاق بيبان خلاص ولكن فكرة الفلوس هي بتتحول من ايد لايد مش واضحة قوي not visible not يلا visible او مش easily visible مش سهل ان انت تلقطها تمام لكن احنا متأكدين الفلوس راحة من ايد لايد ومن شخص لشخص ومن حكومة للناس وترجع تاني للحكومة لكن ده ما بقاش clear قوي خلاص المهم بيقول لك ايه government expenditure directly influences the aggregate demand ولكن however transfers اللي هنعبر عنها بالتي ار
تمام؟ are not easily visible. هي نقدر نشوفها بس مش بايه؟ مش بسهولة. تمام؟ not easily visible. طيب ايه هو الترانسفير؟ الترانسفير هو انتقال الاموال او الملكية او الاصول من ايد لايد او من شخص لشخص او من مكان لمكان. تمام كده؟ لازم عشان اقول ان حصل ترانسفير يعني انتقلت اموال، ينتقلت ممتلكات من شخص لايه؟ لاخر. تمام؟ واضحة وسهلة يعني. is the movement برضو الحته اللي جايه دي الديفينيشن برضو من الحاجات اللي مش موجوده في البي دي اف، مش موجوده في الكتاب وموجوده في الورق بس. تمام يلا. transfer is the movement of assets funds ownership rights انتقال الاصول والاموال وحقوق الملكيه from one place to a to another او from one owner to a to another owner. نقراها تاني يلا. a transfer كانه ده التعريف بس بطريقه ثانيه يعني. is also used to describe process يعني movement عملية الانتقال by which يلا ownership of funds أو assets are reassigned يعني تم تخصيصها إلى شخص آخر. أما أقول أنا خصصت الحاجة دي لأحمد يعني هي مملوكة لأحمد، أخليها بقى reassigned لمحمد يعني كأن انتقلت ملكيتها لمين؟ لمحمد. يبقى reassigned to a new owner. new يلا owner. تمام. وده بيحصل في اقتصاد في العالم طول الوقت، عمر ما الفلوس بتفضل قاعده في حته واحده راحه جايه. ماشي. طيب in fact transfer influence the individual disposable income. ايه بقى الديسبوزابل انكم ده؟ الدخل المتاح للانفاق. الدخل المتاح يلا للانفاق على سبيل المثال. تمام. انا بقبض 100 جنيه، جت الحكومه فرضت عليا ضرائب 20 جنيه، يبقى انا كده الديسبوزابل انكم بتاعي كام؟ 80 اللي اتبقى لي اللي اعرف اصرفه. انا دخل لي 100 جنيه بس مش عارف اصرفهم كلهم لان الحكومه هتاخد مني 20 جنيه. خلاص. مثال تاني، واحد بيقبض 50 جنيه وفقير ومعفي من الضرايب، فال 50 جنيه كلهم مش هيدفع منهم ضرايب، معفي من الضرايب، يبقى ال 50 جنيه كلهم ايه؟ ديسبوزابل انكم، لانه هيقدر ياخدهم وينفقهم. فكلمه ديسبوزابل انكم معناها الدخل القابل للانفاق، الدخل القابل يلا للانفاق. تمام. وبالتالي تعالى نعمل معادله، كل ما الدوله تفرض عليها ضرايب اكتر كل ما الانكم اللي معايا اللي هيتبقى لي هي ايه؟ هيقل. تمام كده؟ جميل. ده الديسبوزابل انكم. فكره بقى ان الدوله بتاخد الفلوس تحولها من ناس لناس، ده بيأثر على الديسبوزابل انكم. اجيب واحد غني اخد منه 100 جنيه يبقى فلوسه قلت 100 جنيه، الديسبوزابل انكم بتاعه قل 100 جنيه. اخد نفس ال 100 جنيه دي اديها لواحد فقير او معونه بطاله او معاش للفقير، يبقى الفقير هنا المعاش بتاعه الديسبوزابل انكم بتاعه زاد كام؟ 100 جنيه. ففكره الترانسفير طول الوقت بتاثر على قدرات الناس في الانفاق وعلى دخلهم. ماشي. سواء اللي بيتاخد منه فلوسه بتقل، واللي الفلوس بتروح له فلوسه بتايه؟ بتزيد. فانا باخد فلوس من الناس بوديها للناس. ماشي. يبقى اذا الترانسفير بيأثر على الديسبوزابل انكم، كمان بيأثر على الاستهلاك، واكيد بيأثر على الاستثمار، لان الفلوس اللي احنا بناخدها دي بنستهلك بيها جزء من ايه؟ بنستثمر. تمام. طبعا هتقول لي في ناس بتعمل سيفنج، اكيد في ناس بتعمل سيفنج، بس الفلوس اللي بتعمل لها سيفنج حبيبي طول ما انت محتفظ بفلوس في شكل تحويش كده كده انت بتخسر، لان مع الوقت في تضخم والفلوس قيمتها بتقل. لكن كده كده الفلوس انت محوشها عاجلا ام اجلا هيتعمل بيها ايه؟ يا تاكل بيها تستهلك بيها يا تستثمر بيها. طول ما انت راكنها كده انت بتخسر. ماشي. كده في الاخر يا تعمل كونسامشن يا تعمل انفستمنت. ماشي. ذا توتال بابليك اكسبنديتشر فكره انفاق الدوله في الاخر نقدر نقفشه منين يعني؟ شوف الناس بتصرف على ايه، شوف الناس بتستهلك في ايه، زائد الفلوس اللي رايحه من ايد لايد. لو جمعت كل الفلوس دي على بعض تقدر تعرف الدوله بتصرف كام. يبقى بيعتبر مجموع كونسامشن والترانسفير، بيعتبر مجموع الكونسامشن يلا. يعني مثلا لو قلنا هي الدوله السنه دي صرفت 100 مليار، عرفت منين مثلا؟ ده المصريين صرفوا 80 ادي على الاستهلاك، وفي 20 مليار انتقلوا من الاغنياء راحوا لايه؟ للفقراء. يعني 80 ده الاستهلاك اللي احنا صرفناه، و20 مليار اتحركوا من الاغنياء للفقراء. الحكومه حولت الفلوس من ناس لايه؟ لناس. هي دي في الاخر الفلوس اللي الدوله كلها بتصرفها، لان في الاخر الفلوس اللي احنا بنستهلك بيها نعمل بيها ايه؟ هنشتري بيها جودز وسيرفيس، او هنرجعها تاني للدوله بشكل ضرائب. ولو ما دفعتش ضرائب مباشره حتى لو انت فقير ومعفي من ضريبه الدخل بتدفع ضريبه مبيعات. سواء انت فقير انت غني كده كده هتشتري كارت شحن او هتقعد في كافيه، كلنا الغني والفقير بيدفع ضريبه الايه؟ مبيعات، طالما عايز تستهلك السلعه دي. ماشي. ففي الاخر هي سيركل، في الاخر هي يلا سيركل. اخر حاجه سهله جدا وقلتها من اول الحصه وهي بمنتهى البساطه، هنفرق ما بين كلام ادم سميث باعتباره ذا فادر اوف ايكونومكس وفي كتابه ويلث اوف نيشن مؤسس الراس ماليه اللي قال ان دور الدوله بيكون ايه؟
ليميتد ريستريكتد، وكان اياميه بينادي بان الدوله يكون اسمها ايه يلا جارديان ستيت. نقرا كلام ادم سميث. تمام، بيقول لك ادم سميث ويلث اوف نيشنز، ده كتاب بتاعه اشهر كتاب ليه، وكتاب اصلا لشهر ادم سميث. The government should restrict. The government should restrict. ده وفقا لكلام ادم سميث الدولة لازم ان هي تقيد انشطتها. تمام، في ايه وايه رأيه في الموضوع ده؟ يلا ثلاث حاجات الاساسية اللي احنا نصرف عليهم: defense، تمام، طبعا against foreign aggression ضد الاعتداء الخارجي، maintenance of internal peace and order، يعني نقدر نقول الامن الخارجي والامن الايه داخلي. تمام، وتلاتة public development work، وهنا مقصود بها الانفراستراكشر اللي هي طرق كباري الحاجات الاساسية اللي الدولة كده كده لازم تعملها. بس working لكش بقى ده على بالزراعه ولا بالصناعه ولا العب دور الحكم، سيب الناس هي اللي تنتج، ده في نظام راس مالي. تمام، اي بيقول لك بقى اي حاجه الدوله هتصرفها في اي اتجاه تاني غير دول يبقى ده اسمه تضييع وقت وظلم لانفاق الدوله وظلم لفلوس الدوله واهدار لفلوس الدوله. برضو ده راي ادم سميث. تمام، all other functions، معايا في بعد رقم 3، all other functions were considered beyond the scope of the state. اي حاجه تانية بره الحاجات دي تعتبر يلا خارج beyond خارج اطار الايه الدوله. تمام، and the expenditure on them، ولو صرفت على حاجه تانية غير الثلاثه دول تمام يعتبر unjust غير عادل، اي تضييع لفلوس الدوله ووايستفول واهدار لفلوس الدوله. يبقى هنا دوره ان الدوله تكون ليميتد، ومعنى اصح الدوله تكون جارديان، الدوله تكون يلا جارديان. انزل تحت، ومع ذلك الموضوع اتغير واتطور. Nevertheless now there is an spectacular expansion. Spectacular expansion يعني تضخم هايل. انزل تحت السطر اللي بعده، phenomenal increase. في ايه وفي ايه بقى يلا؟ في وظائف الدولة وانفاق الدولة. زيادة مهولة في حاجتين، في يلا وظائف الدولة. طب ما الدولة هتعمل وظائف اكتر منين؟ لازم تصرف عشان تعمل وظائف اكتر ويكون لك توسع في نشاطك، يبقى اصرف. تمام، and phenomenal increase in the public expenditure. وفقا لكلام مين يلا؟ كينز، لو جون مير كينز. وعندي عالم اسمه، نقرا مع بعض العالم ده يلا. خلاص، هو ما اسموش واجنر، هو اسمه فاجنر لانه هو الماني، والدبليو في الالماني بتتنطق في زي عربيه الفولكس فاجن كده مثلا، هي دبليو في والاثنين بيتنطقوا في، فولكس فاجن دي عربيه الشعب يعني. ده اسمه فاجنر، اسمه يلا فاجنر. خلاص، وبعد كده عندنا اتنين علماء، خد بالك اللي في الاخر دول اتنين علماء، بيكوك ووايزمان، دول اتنين علماء بس عملوا الاتنين نظريه مع بعض. فالنظريه بتاعتهم هايبوثيسيس ذا ثيوري، هايبوثيسيس دي ذا ثيوري اسمها بيكوك وايزمان، فدول اتنين علماء مع بعض عملوا النظريه، فالنظريه اسمها بيكوك ايه وايزمان. تمام، هل العلماء دول مهمين؟ جدا، لان الحصه اللي جايه كلها كلام على فاجنر وبيكوك وايزمان اصلا. تمام.